لو انت مستنيني في الفيديو ده وتقول لك والله انا اول لما جيت انا نمت في الشارع كنتش لاقي اكل والكلام ده، هي الفيديوهات دي مش منطقيه. يعني اللي بيقول لك كده بيضحك عليك. احنا دلوقتي في 2021، حلو، يعني هنقول مثلا طفره السوشيال ميديا ولا طفره السمارت فونز والحاجات دي يعني من 2010، يعني احنا بنتكلم في بقالنا 11 سنه. لو انت مسافر اي مكان في السلام عليكم. طيب انا رايح الجيم كده. هو ما تقوليش بتروح الجيم ليه؟ هو اللي بيعمل فلوجز لازم يكون بيروح الجيم، حاجه معروفه يعني. بس انا النهارده عايز اكلمكم في موضوع مهم يعني، وتقريبا هو ده ايه اكتر فيديو بيتطلب مني. يا حمدي بعد اذنك كلمنا على اول يوم في امريكا. هو ده عنوان، يعني هو ينفع عنوان فيديو، بس هو الموضوع مش كده. مفيش حاجه اسمها اول يوم في امريكا، الموضوع فيه قبل ما تيجي امريكا وبعد ما جيت امريكا. تمام، الناس كلها اللي في السوشيال ميديا او في الجروبس اللي هي بتاعه الهجره، كل الناس هدفها او كل الناس بتتكلم في نقطه واحده بس، انت ازاي تيجي امريكا. المهم خليني احكي لكم عن تجربتي الشخصيه، انا ازاي الحلم بدا. يعني الناس اللي هتكون عارفاني شخصيا هتعرف ان هو ما كانش انا عندي حلم اصلا السفر علشان يبدا او ينتهي. يعني انا طول عمري شخص عادي، انا بخلص كليه فنون جميله، معايا بكالوريوس فنون جميله، ما كنتش في مدرسه مثلا من النضيف والناس اللي بتتكلم انجليزي بقى وبس وكده. انا طول عمري كنت في مدرسه حكومي، مدرسه عاديه. الكليه اللي دخلتها برضو تعتبر برضو جامعه حكومي، يعني ولا كنت في جامعه امريكيه ولا في جامعه بريطانيه، فاللي هو يعني شاب متوسط، يعني عايش حياتي زي معظم الناس او زي معظم الشباب. بنزل على القهوه كل يوم، عندي الحياه اللي هي الطبيعيه دي، حياه ما فيهاش الرفاهيات اللي هي الكبيره يعني. يعني مثلا ممكن كان اقصى طموحي او الحاجه اللي بتيجي في دماغي مثلا لما اخلص، لو ربنا ما وفقنيش في مصر مثلا ان انا الاقي شغلانه كويسه وانجح في الكارير اللي انا مختاره، خلاص لو كده مثلا ممكن اسافر دبي، اسافر السعوديه، اسافر قطر، زي ما تمشي الدنيا معايا يعني. لحد ما تعرفت على مراتي امريكيه، هي مكسيكيه امريكيه، كبرت هنا في امريكا ومعاها جنسيه، ومن هنا بدات فكره اللي هو انا ايه، انا كده ممكن اسافر يعني. انا كده مثلا انا كده في حاجه، في مثلا امل او في مش امل يعني، انا ما كنتش بامل، بس كده في حاجه ممكن تخليني افكر في موضوع السفر. تمام، انا ومراتي برضو بدانا نتكلم ان احنا اصحاب، وبعد كده يعني الكلام ده كان من فتره، مثلا كان من 2015 او من 2016، يعني داخلين مثلا في الخمس او في الست سنين اهو. وده برضو بيوصلك لنقطة تانية. انت دلوقتي في ناس كتير او في صحابي كتير بيسألوني، هي حمدي انا عايز اتجوز واحدة امريكية، حمدي انا عايز اتجوز واحدة من يعني اجنبية، خلاص بلاش نقول امريكية دي، يعني اي جنسية يعني. طب هل انت اصلا مستعد ان انت تتجوز واحدة اجنبية؟ هل انت لو يعني انت قاعد اهوت يا عم على الانستجرام بتاعك او على الفيسبوك، واحدة اجنبية امرايا شعر اصفر عين زرقاء بعتت لك قالت لك يا عم يا فرعون يا مصري انت، انا بعشقك انا بحبك، هل انت هتعرف ترد عليها؟ هل انت اصلا الانجليزي بتاعك كفايه ان يخليك تعمل معاها يعني كونفرسيشن او تعمل معاها محادثه، تعرف تفتح مواضيع وتبقى شاب شقي وكده؟ فهي الفكره كلها في ان انت لازم تكون اصلا شخص عندك استعداد، انت راجل مستعد ان انت تكون على علاقه بواحده اجنبيه مثلا، او على علاقه بواحده تكون بتتكلم لغه غير اللي انت اللغه انت بتتكلمها دي، وانت تكون بتعرف تتواصل معاها. فانت لازم تكون على درجه معينه بالمعرفه من اللغه دي. فانا بيجي لي السؤال كتير، حمدي ازاي اتجوز اجنبيه؟ فانا انا برضو اللي بيسالوني بيكونوا اصحابي، او بيكون انا مش عايز احبطهم، او مش عايز ابان ان انا مثلا شخص رخم، ولا اقول له يا عم هو انت هتتجوز واحده اجنبيه ليه وانت بتتكلم كلمتين انجليزي على بعض؟ بس انت فكر في الموضوع هتلاقي الموضوع منطقي. انت عايز تتجوز واحده اجنبيه، مش لازم تكون انت بتعرف اصلا تتكلم اللغه اللي هي بتتكلمها دي. وخلي بالك برضو الموضوع ده بيترتب عليه حاجات تانية. يعني انت مثلا اول لما هتروح السفاره مثلا بيسالوك بقى كل الاسئله المنطقيه بقى، هل انت مثلا بتتكلم انجليزي، ولا انت هتقول لهم انا عايز اعمل الانترفيو دوت بالعربي؟ طب هتعمله بالعربي، طب بتتواصل مع مراتك ازاي؟ الموضوع واصل يعني، هي كل الحاجات ليها علاقه بالكومن سنس يعني. انت لازم حاجات بديهيات، علشان انا برضو بشوف ناس بتقول لك ايه ده، انت لو اتجوزت واحده اجنبيه هتلاقيهم بيسالوك ايه ده فردة شرابها اليمين لونها ايه، او هي بتحب تاكل ايه قبل اول ما تصحى. يعني هما ما بيسالوش الاسئله دي، بيسالك الاسئله اللي ليها علاقه بالمنطقه، هي مثلا شغاله فين، عندها كام سنه، عيد ميلادها امتى، عندها اخوات ولا ما عندهاش اخوات. احنا دخلنا في موضوع الاجانب
في جواز الاجانب احنا الموضوع ده هنخصص له يعني بلوج لوحده، مش عايزين نتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، احنا عايزين نتكلم بس في اول لما جيت هنا. فبس خليني بقى ارجع بقى بفلاش باك كده، اول لما انا خلاص عرفت ان انا مثلا هسافر، انت بيكون عندك احاسيس كلها كده عكس بعضها، انت مسافر بلد تانية انت ما تعرفش فيها حاجة، الناس كلها يعني تعتبر مختلفة عنك في الطباع وفي في العادات وفي التقاليد، فانت عندك سنة الخوف دي، وعندك برضو حاجة تانية انت متحمس، يا اخي انا ربنا اداني فرصة دلوقتي ما بيداش لحد، انا مسافر وهشوف الدنيا بقى يعني هتبدأ حياة جديدة غير الحياة اللي انت عشتها في مصر. في شاب فطين كده هيقول لي يا عم انت مالك، انت زهقان من المصريين او انت زعلان من المصريين او من العرب عموما، انت بتتسلخ من مش عارفه من جنسيتك، او انا مش بتسلخ من جنسي بس انا بقول لك انت دلوقتي راجل عايش في مصر طول حياتك، هتيجي امريكا برضه عايز تتعامل مع مصريين؟ يا اخي غير يعني علشان حتى كده عقلك يفتح مداركك توسع، ما يبقاش الموضوع كله بالنسبه لك مصريين وعايز تيجي هنا تتعامل مع مصريين، اللغه عندك ما بتتطورش عشان انت بتتعامل مع ناس عرب او ناس بنفس ثقافتك، فليه يعني انا مش بتسلخ، انا بقول لك انا بنصحك نصيحه، بقول لك يا عم الحاج لو ربنا سهل لك وسافرت اعرف مصريين اعرف عرب اخرج معاهم، بس ما تبقاش هي دي هو انت مكسور عليهم، بس ما يبقاش هو ده كل دي كل معارفك في الحياه، انت مش عايز تعمل اي حاجه غير مع عرب، مش عايزين نتكلم في موضوع ان هم مثلا بياكلوا حق بعض او ما بياكلوش حق بعض، والله انا ما اتعاملتش مع عرب عشان اعرف، انا ما اعرفش ما بحتكش هنا مش ما بحتكش بعرب، المكان اللي انا فيه الولايه اللي انا فيها نسبه العرب اللي فيها قليله، فعشان كده انا ما بحتكش بعرب، مش علشان انا ما بحبهمش او انا مش عايز اتعامل معاهم، بس موجودين بس مش بالنسبه الكبيره اللي في ولايات تانية. وصلنا اهوت، خلينا بس ناخد الباركينج اللي هناك دوت، اوبا هذا مكان ديناميكي ده ولا اللي احنا بنتكلم فيه الحاس، اوبا 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 يب وصلنا الجيم اهو، خلينا نقفل. انا بتعب رجاله في الفيديوهات دي، انا ما بعملش الفيديوهات دي وانا قاعد في التكييف، انا بخرج وبصور وفي الاخر برضو بتلاقي عندي 30 40 سبسكرايبر او مثلا 1000 ولا 2000 فيوز. شوف انا عندي اصرار ان انا انجح، عايز مثلا القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتي دي تشتغل، عايز الدنيا تمشي معايا يعني عشان انا بحب الموضوع ده، فاللي بيحب حاجه بيحاول فيها مره واثنين وثلاثه وعشرة، وما تكونش بتعملها عشان تستنى عائد، يعني انت تكون بتعملها علشان انت بتحبها، لو جالك منها عائد جميل، ما جالكش منها عائد بعد سنه بعد سنتين او انت لما تزهق، بس خلي عندك يعني فكره ان انت ايه المحاوله دي، انت راجل بتحاول علشان ربنا يكرمك، ربنا كرمك تكمل في الموضوع، ربنا ما كرمكش حاول تطور من الحاجه اللي انت بتعملها، يمكن تكون الحاجه اللي انت بتعملها دي مش جايه مع الناس. اهم حاجه لما بتيجي امريكا هنا السوشيال سيكيورتي كارد، تمام لازم يكون معاك سوشيال سيكيورتي كارد علشان انت اصلا تبدا تقدم على وظايف. غلطت انا غلطه هنا بقى، ايه هي الغلطه بتاعتي بقى؟ بدات اقدم في اماكن في شركات كويسه، والانترفيوز اللي بتجيلك بيكون انترفيوز من بيكلموك على الموبايل مثلا يقول لك والله مش انت قدمت على الشغل دوت، احنا يلا بس خلينا ننزل كده عشان نوفر ونوفر في الوقت، يقول لك مش انت قدمت في الشغلانه المعينه ده، هتقول لهم والله اه انا قدمت، وبيبداوا يعملوا لك انترفيو في موبايل، ده كده بيبقى الفيرست انترفيو. طبعا كشاب انا ما بتكلمش اجانب كتير، يعني انا بكلم مثلا مراتي، يعني ما بحتكش باجانب بنسبه كبيره. المهم كل لما اعمل انترفيو في الشركات دي بيكون بالموبايل. يا اخي انت لو بتعرف تتكلم انجليزي برضو كويس، حد بيعمل لك انترفيو في الموبايل تحس ان انت مش فاهم حاجه، او انت مثلا عمال بتوقع نص الحوار، فاهم قصدي؟ يعني انت مش بتبقى فاهم بشكل يعني بنسبة 100%، فالموضوع دوت برضو بيخليك ايه ما بيقتنعوش بيك، فالمهم ما بيوظفكش. بص هي دي برضو حاجة من الحاجات اللي انا بحبها هنا في كاليفورنيا، طول ما انت ماشي هو ده الجيم اللي انا بجيه، بس طول ما انت ماشي كده تلاقيهم ايه بص ناو هايرينج، ففي شغل في امريكا، يعني مش مفيش شغل. المهم بقى فمن النقطه ان انا بقيت اقدم وهما يعملوا لي انترفيو في التليفون في الموبايل دوت، قلت لا انا لازم بقى اغير الايه، لازم اغير الاستراتيجيه اللي انا ماشي بيها، يعني بدل ما بقدم في الشركات اللي انا عايزهم فعلا يوظفوني فيها دي، لا انا هبتدي بالحاجات اللي انا مش عايزهم يوظفوني فيها، بحيث ان انا اجرب ويعملوا انترفيوز، ابدا انا اتكلم مثلا واعرف الاسئله اللي بتتسال في الانترفيوز دي ايه، واعرف بيتجاوب عليها ازاي، بعد كده اقدم في الشركات اللي انا عايز اشتغل فيها.
من هنا لهناك اقدم في الشغلانه دي واقدم في الشغلانه دي، وعمال اترفض لان انا مش عارف اتكلم، مش فاهم ان الراجل اللي بيكلمني اصلا في الموبايل ده بيقول ايه. بص، الناس هنا بتشتري اللوتري علشان عايزين يفوزوا، الناس كلها عايزه تعمل. بص لوتري قد ايه وفي على الارض اهو، الناس كلها عايزه تبقى مليارديرات في ثانيه في غمضه عين. فالمهم من هنا لهناك لقيت حد بيكلمني، والانترفيو كان سهل يعني. اسمك ايه؟ اسمي كذا. طيب والله احنا عندنا عايزين نعمل لك انترفيو بتاع، تعال قابلنا في المكان الفلاني الفلاني. انا طبعا ما عنديش عربيه، ما بسوقش، بس مين اللي بيسوق؟ مراتي خدتني للمكان دوت. انا عشان كده بقول لك حته ان انت تعرف حد في البلد، او انت تعرف حد انت مستأمنه على نفسك، لان انت برضو يعني خلي بالك غربه، انت لو عرفت حد هنا يعني انت وحظك تمام. الناس اللي انت هتعرفها دي لو ناس كويسين يعلوك ويظبطوا لك الدنيا، الناس اللي لو عرفتها دولت وحشين هيبقوا هم حظك الوحش، هتبقى هي دي غلطتك هنا. عشان كده انت حاول تنقي الناس اللي انت نازل عندها، هي احسن ولايه واحسن مكان هو المكان اللي انت تعرف فيه حد بالعقل، يعني المكان اللي انت تعرف فيه حد هي دي بالنسبه لك الايه احسن مكان. المهم مراتي ربنا يخليها خدتني للشغل دوت. المهم وعملت الانترفيو واشتغلت اول شغلانه في امريكا، يعني شغلانه في المطار. انا برضو ايه زي ما قلت لك، انت ممكن برضو تشغل دماغك. انا لقيت الشغل اللي في المكان اللي في المنطقه اللي انا عايش فيها دي مثلا بيدوا مرتبات $13، الشغل في المطار مثلا بيبقى مثلا $18 او $17. الشغل اللي في المطار فيه ميزه ان انت هتبدا تتكلم مع الناس، بدل ما انت مثلا واقف بتغسل اطباق مثلا، او واقف مثلا شغال في مطعم بالليل بيجهزوا الاكل، لا انا شغال في المطار هتكلم مع ناس، الموضوع هيطور لي اللغه. فانت لازم يبقى عندك تبقى قناص كده، تبقى ذكي، عايز تتكلم، عايز تشتغل الشغلانات اللي هتخليك تقدر اصلا تمارس اللغه، بحيث ان انت تتطور بسرعه، والشغل اللي بعد الشغل اللي انت جبته الاول دوت يبقى شغل احسن، يبقى شغل احسن، او شغل يخليك بقى تطلع من الشغلانات المبدئيه اللي هي للمهاجر الجديد، يعني تشتغل شغلانه الامريكان ذات نفسهم عايزين يشتغلوها. الشغلانه دي بقى كانت عباره عن ان انت افيد الناس اللي شغالين في المطار وبياخدوا منك الشنط، والشنط الكبيره بتنقل الحاجات، ففيها شيل وحط، مش شيل وحط بقى زي بتاع الجيم بقى مثلا بتعمل 12 او 13 عده وتسيب الدمبل وتمشي، او بتتمرن مثلا ساعه ساعتين وتخلع، لا انت بقى طول اليوم عمال بتشيل وتحط 8 ساعات. فقلت لا انا لازم ان شاء الله لما ربنا يكرمني، يعني لما احاول انا ابدا اتكلم انجليزي كويس ابقى فاهم الناس بتقول ايه، عايز اتطور يعني، عايز اشتغل في مكان تاني. بدات تقرا الناس، بدات انت مثلا تعمل علاقات، الناس تعرفك اكتر، تخليك لطيف كده في الكلام مع الناس، بحيث ان الناس يعني لو ايه لو في اوفر تايم يدوك اوفر تايم. بدات تتكلم مع ناس تانية شغالين في يعني شغالين بقى مع شركه الطيران يعني دايركت. الناس دي بدات تقول لي ايه، طب والله احنا بنوظف ما تقدم، فاهمني؟ فانت ابتديت، شوف انا ابتديت فين، ابتديت في ان انا مثلا بحرك الشنط في المطار، للحمد لله مثلا انا دلوقتي شغال في شركه طيران. فانت بتبدا بحاجه صغيره، المتوفر المتاح، يعني لو الدنيا زنقت قوي يبقى المتاح، بس لو الدنيا مش مزنقه وانت يعني ما شاء الله ربنا كرمك ومثلا معاك حبه فلوس تستحمل في ان انت تجيب شغل يخليك تتكلم مع ناس تانية بحيث ان انت تطور اللغه بتاعتك، اعمل كده. اشتغل الشغل اللي هيخليك تطور من نفسك، او الشغل اللي هيخليك تتكلم مع اجانب اكتر، لان ده اللي هيفيدك في اللونج تيرم. الفلوج كله من العربية، بس عادي يعني، احنا طالما بنقول كلام في الصميم هو ده المطلوب. خليني اديك الزتونة، خلاصة الفيديو اللي انا عاوز اقوله، انك تعيش في امريكا انت لازم تفهم الحياة في امريكا تمام. الموضوع مش بس ان انت تكون بتعرف تتكلم انجليزي، الفكرة كلها في ان انت تكون فاهم الحياة هنا بتتعاش ازاي. واكبر دليل على ده، افتكر كده صاحبك اللي في المدرسة اللي كان جاي من السعودية ومش عارف يعمل صحاب، او مش عارف يتأقلم على الحياة في مصر. الناس بتاعت السعودية على راسنا، والشباب الصغير اللي كان جاي من السعودية، واصحابي في المدرسة اللي كانوا جايين من السعودية دول كلهم على راسي. بس انا قصدي افتكر هو بيبقى تايه ازاي، او مش فاهم الدنيا في مصر ماشية ازاي، مش عارف يعمل صحاب. فالحياة هنا كده، انت لازم تفهم نمط الحياة، لازم تعرف تعيش الحياة في امريكا. الموضوع ملوش علاقة بان انت تكون بتتكلم انجليزي او ما بتتكلمش انجليزي، بس عشان ما اضحكش عليك اكيد لازم
تكون بتتكلم انجليزي وخليك يعني جاهز في اي وقت انت ما تعرفش فرصة ربنا بتيجي امتى، عشان لما تجيلك الفرصة تعرف تستغلها، ما تكونش بتتفرج على الفرصة بتضيع قدامك وانت مش عارف تعمل حاجة. فاجهز، حاول تشتغل على نفسك. ما تعرفش تتكلم انجليزي زبط الانجليزي، ما بقولكش تبقى الفشخلة، تبقاش تبقى الفلوطة، بس حاول يكون عندك البيزكس، الكلمات اللي انت بتقدر الكلمات اللي هي بتستعملها كل يوم. يعني ابدأ بدولاب، بمعلقة، بشوكة، يعني ايه يعني الحاجات اللي هي انت مرادفات اللي انت بتستعملها كل يوم، هي دي الحاجة الوحيدة او هي دي الحاجة اللي هتقدر تساعدك هنا للغة بتاعتك، علشان اللغة دي هتسهل عليك انت هتلاقي شغل في قد ايه. واكيد الفلوس بقى، فكرة الواحد اللي يقولك والله انا جاي في جيبي 20 دولار، ويشوف ازاي بدأت في امريكا بجنيلا ربع، ده هكس هتصدقش حد. اكيد الكلام ده كان بيحصل، ممكن يكون في الثمانينات، ممكن تكون قصة شخص واحد، بس مش هو ده الطبيعي او هو ده العادي. بس كده خلاص انا خلصت الفيديو اللي انا عايز اقوله. احنا ان شاء الله في الاسبوع ده هنحاول نشتغل على كذا فيديو، بحيث ان احنا يعني ايه ننزل 3-4 فيديوهات في الاسبوع. بس كده رجالة خلاص، السلام عليكم.